بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النساء الصالحات المباركات العظيمات الشأن اللاتي كنا حول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أتشرف بأن أذكر أسماءهن على لساني فضلا عن أن أتكلم عن أخبارهن وأحوالهن رضي الله عنهن وأرضاهن. نبتدأ بالكلام عن المهاجرات، ولما نتكلم عن المهاجرات من النساء من الصحابيات نبتدأ بصاحبة الهجرتين وصاحبة المقامين رضي الله عنها وأرضاها، سيدتنا أسماء بنت عميس الخثعمية. أسماء بنت عميس عندما نذكر اسمها ونذكر أخبارها يجتمع لنا في ذكرها كثير من الذكريات التي تتعلق بالجهاد والصبر والكفاح والمحبة وكذلك العقل الوافر. سيدتنا أسماء بنت عميس كانت من السابقات الأولات إلى الإسلام، دخلت في الإسلام قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يعني من أول سني الإسلام. ثم بعد ذلك لما تعرض المسلمين للهجمات الشرسة الشديدة الشنيعة من التعذيب والمقاطعة من المشركين في مكة المكرمة وجاءت الهجرة إلى الحبشة وهاجر الصحابة إلى الحبشة، كانت الهجرة الثانية على رأسها زوجها سيدنا جعفر بن أبي طالب الطيار رضي الله عنه وأرضاه، فهاجرت معه وهي في أول أيام زواجها، فصحبته في تلك الديار في ديار الغربة في مشقة السفر في الذهاب إلى بلد لا يعرفون فيها أحد، ومكثت معه سنوات طويلة وهم في غاية الشوق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكثت حوالي 7 أو 8 سنوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، ثم هاجر ولا زالوا هم هناك إلى فتح خيبر حوالي 14 سنة. وهؤلاء الذين هاجروا في الحبشة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك أن هذا البعد كان في الظاهر وليس في الحقيقة. لما وفدت مع زوجها إلى المدينة المنورة ووصلوا إلى تلك البلاد فرح صلى الله عليه وآله وسلم بهم فرحا عظيما جدا، فرح بعامة المهاجرين وفرح بهذا البيت فرحا خاصا، فرح بجعفر وبزوجته وبأبنائه لحظوة كانت عنده لهم عليه الصلاة والسلام. لما رأى جعفر قال لا أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، فجعل قدومه كأنه فتح كامل. ثم هو أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وخلقا. سيدتنا أسماء لما وصلت إلى المدينة المنورة كان لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة خاصة وكانت تأتيه إلى البيت. من الملامح التي تشعر بقيمة وقدر هذه المرأة أنها أول ما وصلوا إلى المدينة المنورة والتقت ببعض النساء من صاحباتها اللاتي كنا معها من سابق في أيام مكة. نحن نرى نفسنا اليوم سواء رجال أو نساء، عندما يجتمع الإنسان بأصحابه أو بعد زمن يسأل كيف أولادك، كيف أهلك، من تزوج، من ذهب، من أتى، كيف الأسعار، كيف البيت، من تحول إلى بيت جديد، هذه الأخبار التي يتخابر الناس فيها ويتساءل الناس فيها. سيدتنا أسماء لما جاءت إلى صاحباتها
سألتهن هل أنزل الله تعالى فينا قرآن، يعني معشر النساء، فقالوا لها لا، فأخذت نفسها مباشرة فدخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استأذنت عليه فجاءته فقالت يا رسول الله خبنا النساء وخسرنا. قال ماذاكم يا أسماء؟ قالت لم يذكرنا بخير أبدا، دائما الرجال يذكرون والنساء لم يذكرنا بخير. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الوظائف وهذه المقامات وهذه الأعمال العشر، وجعل النساء والرجال مذكورين فيها بالتذكير وبالتأنيث تخصيصا وتكريما لهذه المرأة الصالحة التي كانت سببا في حركة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا في تنزل الوحي الكريم العظيم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا يشعر بعظمة هذه المرأة والذي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. ما مرت فترة بسيطة حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، وهذا من العجائب. كانوا في البعد وفي الجهاد سنوات طويلة، 14 سنة تقريبا في الحبشة، وما أن جاءوا إلى المدينة ومكثوا فترة بسيطة حتى أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، واستشهد سيدنا جعفر في مؤتة. في القصة المشهورة دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسماء وعلى أولادها، قال ائتوني بأولاد جعفر، وكان معه منها هؤلاء الثلاثة عبد الله ومحمد وعون، فأخذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ يشمهم ويقبلهم حتى ذرفت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت أسماء فعرفت فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرها أن جعفر استشهد وأنه جاءه وعلى يمينه جبريل وعلى يساره ميكائيل يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، بل في رواية قال لها يا أسماء هذا جعفر يسلم فردي عليه السلام. فبكت، ثم عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تخاف على أولادها، قال تخافين عليهم العيلة، يعني الفقر والحاجة؟ قال والله أنا وليهم في الدنيا وفي الآخرة. فكان لأسماء رضي الله عنها وأرضاها هذه المواقف العظيمة. سنتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في أخبار سيدتنا أسماء، في زواجها كذلك من سيدنا أبي بكر، في زواجها من سيدنا علي، في مواقف عظيمة لها رضي الله عنها وأرضاها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرة هؤلاء الكرام ويحشرنا معهم مع نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.